أهلا بكم. قالت مصادر دبلوماسية إن اللجنة الرباعية الدولية ستعقد الاثنين اجتماعا جديدا بمشاركة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ. وبحسب المصادر فإن اللجنة ستدرس إمكانية إقرار خارطة الطريق الأممية بشكل نهائي، وذلك قبل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن أواخر الشهر الجاري. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي التعديلات المرتقبة في الخارطة الأممية وموقف الحكومة منها، وما هي فرص نجاح الجهود الأممية في فرض الحل السياسي. تبدو التحركات الأممية ماضية في محاولاتها تحقيق اختراق في جدار الأزمة اليمنية المستعصية على الحل السياسي منذ انطلاق قطار التسوية بعد جولة قام بها المبعوث الأممي إلى عواصم المنطقة. تتهيأ اللجنة الرباعية الدولية الخاصة باليمن لعقد اجتماع يبحث فرص الحل السياسي في البلد، فيما يدور حديث عن تقديم ولد الشيخ نسخة معدلة من خارطته للحل التي سبق ورفضتها الحكومة. لم تتضح بعد ملامح التعديل المنتظر، لكن التسريبات تشير إلى أنه لا يخرج عن جوهر الخارطة المطروحة، ويبقى موقف الحكومة محل تساؤل في ظل ما يبدو وكأنه تصميم دولي على فرض الحل السياسي. نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. مع تصاعد الحديث عن خطة سلام معدلة تتجه الأنظار نحو اللجنة الرباعية الدولية المقرر اجتماعها يوم غد الاثنين في لندن، تناقش اللجنة وبحسب مصادر دبلوماسية إقرار التعديلات الأخيرة على خارطة السلام التي اقترحها جون كيري في 25 من أغسطس الماضي. تفضي التعديلات المسربة إلى تسليم ألوية عسكرية متمركزة في حضرموت أسلحة ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى بقاء صلاحيات كاملة لهادي مقابل الإطاحة بالنائب الحالي علي محسن. تكمن أهمية اجتماع الرباعية بنظر محللين في كونه يأتي بعد مرور عامين من انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 من مارس 2015، وهي العمليات التي ما زالت تتحرك بسرعة باتجاه تحرير الحديدة وبموازاة معارك في نهم بصنعاء. تتزامن هذه المعارك مع جهود دبلوماسية خليجية عبر الوسيط الأممي لإقناع ميليشيا الانقلاب بالدخول في مسار سياسي وفق القرارات الأممية والمبادرة الخليجية. تتحرك الخطة المعدلة إذن في جو ملغم بالفشل بنظر محللين، فليس من الوارد أن تسلم سلطة الانقلاب أسلحتها أو تقبل بصلاحيات كاملة لهادي الذي تحفظ بحسب مصادر رئاسية على بعض بنود الخطة. الأمر الأكيد فيما يحدث في اليمن أنها تدخل بوابة المجاعة. تدرك الأمم المتحدة هذا الخطر في نظر مراقبين، فمنظماتها من تطلق هذه التحذيرات، لكنها في الوقت ذاته تكتفي بالانهماك في تعديل خطط سلام لا تنسجم والقرارات الأممية الصادرة عنها. نبدأ النقاش مع ضيفنا المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور زايد العمري. أهلا بك دكتور زايد. إذن أبدأ مع ضيفي من الرياض مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد بن موسى العامري. أهلا بك دكتور محمد. مرحبا، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد، تتحدث الكثير من التقارير عن تعديلات على الخارطة الأممية، هل عرضت عليكم هذه التعديلات خلال اللقاء الأخير للرئيس هادي بالمبعوث الأممي في الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لنا كجانب حكومي لم نستلم أي شيء فيما يتعلق أو ما يشاع أو ما ينشر حول أي تعديلات. نحن كنا قد تقدمنا بملاحظاتنا إلى المبعوث الأممي في وقت سابق حول الخطة التي كان قد تقدم بها كيري من قبل، وبينا أنها خطة غير قابلة للتطبيق وأنها يعني تتضمن هضما كبيرا للشعب اليمني ولتضحياته، وتعيد الانقلابيين إلى أو تشرعن للانقلاب. نحن لم نستلم شيء، لكن من حيث المبدأ الحكومة اليمنية منذ أول يوم وهي ترحب بكل جهود دولية. طيب لم تستلموا شيء فيما يخص الخارطة الأممية، ما الذي إذا دار في اللقاء بين الرئيس هادي والمبعوث الأممي في الرياض؟ بالنسبة حسب علمي أنه لم يلتقي بعد الأخ رئيس الجمهورية للمبعوث الأممي. هناك يعني بعض الإخوة المسؤولين التقوا به، لكن
الرئيس حتى الآن لم يلتقي بحسب علمي. نعم. طيب، هذه التعديلات وفق الأخبار تتحدث عن الإبقاء على الرئيس هادي وفق صلاحيات مطلقة ولفترة طويلة ربما، لكن هناك سيكون إلغاء لمنصب نائب الرئيس وتشكيل حكومة بصلاحيات واسعة لرئيس الوزراء. هذه التعديلات إذا ما صحت كيف ستتعاملون معها؟ كوننا لم نستلم هذه التعديلات لا نستطيع أن نتكلم عليها، هي عبارة عن تسريبات أو إشاعات إعلامية. أي يعني تعديلات أو أي رؤى فيها هضم للشرعية أو انتقاص لمكانتها بكل تأكيد الحكومة لن تقبل بها وستبين ملحوظاتها حولها. طيب، تقول أنها ما زالت تسريبات ولن تتعاملوا إلا مع الموقف الرسمي من الأمم المتحدة، كيف يمكن تفسير الأمر فيما يخص التصريحات التي بدأت بالنشر وسائل الإعلام الرسمية والتي تقول أنه أي حل يتجاوز المرجعيات الثلاثة المعروفة سيكون مرفوض؟ على ماذا الاستناد في هذا الطرح؟ هل على التسريبات بدأتم بالتعامل معها كواقع وبشكل جدي؟ نحن نتكلم عن انقلاب حصل على الشرعية، عن تمرد، عن عدوان، عن يعني اعتداء، عن سفك للدماء قامت به ميليشيات الحوثي وصالح. المنطق والموقف الدولي لا يزال كما هو في وجوب تطبيق القرار 2216، ولعل تقرير السفير الامريكي امام مجلس الشيوخ قبل يومين كان واضحا في التوجه الجديد، وهو إعادة الشرعية وأيضا دحر الانقلاب الذي تسبب بهذه الكوارث على الشعب اليمني. لا يمكن أن نرتفع المعاناة الإنسانية ويرتفع هذا الجحيم الذي ألحقته هذه الميليشيات بشعب اليمني إلا بدحر هذا الانقلاب وعودة الشرعية كاملة على التراب اليمني. طيب، هناك اجتماع للجنة الرباعية في لندن بحسب مصادر دبلوماسية من المقرر أن يكون غدا الاثنين، من وجهة نظرك سيادة المستشار أهمية هذا الاجتماع؟ يعني أعتقد أنها تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي العام، وأكيد أن هناك يعني تغيرا ملحوظا في الموقف الدولي لا سيما يعني بعد الانتصارات التي تحققت على الميدان، وبعد أيضا ما علم ان الخارطه التي كان قد تقدم بها يعني كيري من قبل غير قابله للتطبيق وغير قابله للتنفيذ. هناك حديث كثير عن ان هذه يمكن ان تتجاوز هذه الخارطه تماما ويبحث في حلول حقيقيه يعني فعلا يمكن ان تطبق. ما علاقه ما يحدث في الميدان بما سيكون في برلين من اجتماع للجنه الرباعيه؟ ما الذي تريد قوله في هذه النقطه؟ بكل تأكيد يعني الميدان ينعكس ما يحصل في الميدان العسكري ينعكس على الوضع السياسي. الحوثيون في فترة من فترات أصابهم الغرور والصلف، اليوم لا شك أنهم في وضع مختلف تماما. الشرعية تتقدم وهناك انتصارات في كل الجبهات في كل الاتجاهات. بكل تأكيد هذا يعني قد أرخى بظلاله على الموقف العام الدولي، وكذلك حتى القوى الانقلابية التي باتت تترنح في هذه الظروف وتبحث عن مخارج وتبحث عن حلول، لكن طبعا لا يمكن ان تكون هناك حلول حقيقية ما لم يكن هناك يعني دحر لهذا الانقلاب وإعادة الامور الى نصابها الطبيعي ويعني مسار العملية السلمية السياسية مشرع مفتوح ومشرع الأبواب، لكن التوجه إلى فرض الأجندة السياسية بالقوة وبالحي بالنار هذا الأمر تجاوزه الزمن. هذه نقطة مهمة سأناقشها معك، موضوع فرض أجندة سياسية من قبل المجتمع الدولي، لكن هناك نقطة مهمة أشرت لها أنت في حديثك عندما تقول أن وضع الميليشيا اليوم ووضع الانقلابيين مختلف. ما انعكاس هذا الوضع المختلف والموقف الذي باتوا فيه على انعكاس على الجهود جهود التسوية السياسية؟ هل يتم أخذ هذا الوضع من قبل المجتمع الدولي بعين الاعتبار عندما تطرح حلول سياسية، أم هناك ربما تجاهل لهذا الوضع ولموقفهم الحالي الآن في الميدان؟ نعم، هم كانوا يراهنون على بعض المواقف الدولية التي يعني ستعيدهم إلى أو ستعطيهم تمنحهم شيئا من الشرعية، ولكنهم أدركوا في اللحظة في هذه الظروف أن هذا الأمر لا يمكن قبوله وأن المسار الصحيح هو
التسليم بالأمر الواقع، هناك أمر عسكري واقع، هناك توجه كبير في جبهات القتال، هذا كله بالنسبة لهم حتى قد أوجد في صفوفهم الكثير من الخلخلة. هناك أصوات بدأت تتحدث عن التغرير الذي حصل بشكل يعني مفرط من قبل جماعة الحوثي. هناك يعني أصوات الآن بدأنا نسمعها من هنا وهناك تدعو إلى إعادة النظر والمراجعة، يعني عملوا كل الأساليب التي يمكن أن تكسبهم شيئا من الشرعية، ولكنها باءت بالفشل، من مجلس سياسي إلى تجميع مجلس النواب إلى حكومة لم يعترف بها أحد إلى يعني وضع مالي مزري إلى معاناة إنسانية وكوارث تسبب بها. كل هذه الأعمال يعني قد أعطت المجتمع الدولي على يعني مؤشرات واضحة وصريحة إلى أنه لا مناص من عودة الشرعية كما هي وإعادة الانقلاب وتسليم المؤسسات التي نهبتها هذه الميليشيات. طيب سيادة المستشار، في نقطة الوضع الإنساني المزري، هذه النقطة يضغط من خلالها المجتمع الدولي على فرض حل سياسي ويقول أن هناك وضع الآن إنساني صعب في اليمن، لكن هناك مآخذ على الشرعية بحكم أنها تسيطر على 80% ربما من مساحة البلاد، وفي هذه 80% هناك وضع إنساني مزري، جانب قصور أيضا على الشرعية أنها لم تستطيع التحكم وإدارة ما تحت سلطتها من أرض. فيما يتعلق بالوضع الإنساني للأسف هناك يعني مساران في هذا الاتجاه. المسار الأول هو ما تفعله الميليشيات الحوثية وهو التوجه إلى زيادة المعاناة الإنسانية بقصد التكسب السياسي، فهم يعني يحاولون فرض المزيد من المعاناة والحصار و يعني تجنيد الأطفال ويعني إلحاق الضرر بالمواطن اليمني وخاصة الذين يقبعون تحت نفوذهم وسلطتهم ببغية يعني إثارة أو تحريك المنظمات الإنسانية للوصول لمكاسب سياسية، هذا من جانب الحوثيين. هناك أيضا فيما يتعلق للأسف من بعض المنظمات أو بعض موظفي هذه المنظمات الإنسانية، في الحقيقة هم مسيسون ولا يقومون بأعمالهم بشكل موضوعي وحقيقي، بل يتلقون معلوماتهم وتقاريرهم من خلال القوى الإنقلابية. هؤلاء أيضا بالأساس يعني يسيرون في هذا الاتجاه ويعملون وفق أجندة سياسية ولا يلتفتون حقيقة للوضع الإنساني الموجود على الميدان. بالنسبة للحكومة، الوضع الإنساني فيما هو تحت سلطتها أو نفوذها لا شك أنه أحسن بكثير وفي تحسن، وهناك يعني اهتمام كبير جدا، صحيح في قصور لا ندعي الكمال، لكن هذا ربما يعني يتجاوز، لكن ما يحصل تحت الميليشيات من خطف وقتل ومصادرة لحقوق الناس وحصار ومعاناة أمر يفوق الوصف، وهذا كله يندرج، هذا كله أمر مسيس بالنسبة للانقلابيين للأسف، يعني أصبح ضمن اللعبة السياسية. سيادة المستشار، سؤال أخير، ونحن نتحدث عن موقف الحكومة الشرعية، موقف الحكومة الظاهر والواضح برفض خطة ولد الشيخ، في المقابل هناك غموض ربما في موقف دول التحالف العربي، لا رفض مطلق ولا قبول أيضا بهذه الخارطة، كيف يمكن فهم هذا الموقف والتناقض بين موقف التحالف العربي والحكومة الشرعية إذا ما أردنا فهمه وقراءته في سياق أيضا ما يطرح من إصرار دولي على فرض حل سياسي؟ هل موقف التحالف الملتبس أو ربما الغامض له علاقة بنوع من المداراة أو تبادل الأدوار حتى لا يحصل صدام مع المجتمع الدولي، أم رضا بهذه الخارطة؟ أبدا، الموقف أشقائنا في التحالف هو من موقفنا، موقفنا وموقفهم واحد، طبعا نحن ألصق بالموضوع ومن ثم فهم يعني يباركون ما يعني كل المواقف التي تتخذها الحكومة في هذا الاتجاه، ربما يعني هناك يعني إعطاء المزيد من الوقت للتفكير في أي حلول سياسية، لأن الأرض لا يريدها أحد، لا نحن ولا التحالف ولا يريدها أي مواطن صادق يحرص على حقن الدماء، هذا أمر فرضته هذه الميليشيات العدوانية. إذا وجدنا حلولا سياسية سلمية عادلة تحقق حقن الدماء لشعبنا وتعيد الدولة التي اغتصبها هؤلاء المجرمون، فهذا الأمر هو الأمر المرحب به والخيار المطلوب، لكن الحرب يعني فرضته هذه الميليشيات ومنعها والا فهو غير مرغوب. لكن يعني فموقف اشقائنا في التحالف هو موقف الحكومه، لا يختلف هذا الموقف عن هذا، وما طبعا الحكومه بحكم انها مباشره للعمل
فربما يكون الصوت مرتفعا وواضحا فيها، بس فقط من هذه الناحية. شكرا جزيلا لك مستشار في رئاسة الجمهورية الدكتور محمد العامري، شكرا لك. وينضم إلينا من المملكة المتحدة رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. أهلا بك دكتور عيدروس. أهلا وسهلا، يا مرحبا. دكتور عيدروس، إذن بعد الجولة الأخيرة لولد الشيخ في المنطقة، المصادر الدبلوماسية تقول أن اللجنة الرباعية الخاصة باليمن ربما تعقد اجتماع جديد في برلين غدا الاثنين لبحث ملف التسوية اليمنية. باعتقادك ما هي أهم ملامح هذا الاتفاق؟ من الواضح أن التسريبات التي نزلت إلى الآن عبر وسائل الإعلام والتي لم يؤكدها مصدر مسؤول تقول بالتعديلات التي جرت على خطة ولد الشيخ التي أصلا كانت خطة مشروع كيري. في اعتقادي أنه إذا تم التوافق على هذا الصيغة فإنها تحتاج إلى جهد كبير من إقناع الطرف الإنقلابي وحتى أيضا طرف الأخوة في الشرعية. ينبغي أن تبذل جهود كبيرة من أجل الوصول إلى هذه الصيغة والموافقة عليها. أنا أرى أنه إذا الرباعية بتضغط هذا الاتجاه سيكون من المحتمل تحقيق نجاحات أو تحقيق اختراق في 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 الحالة اليمنية المزرية البائسة. أما إذا تقصد إذا تبنت الرباعية خارطة ولد الشيخ الأخيرة؟ باعتقادي ان هذه هي اقرب الى امكانيه التعاطي، صحيح انه بينشا تشدد لدى الطرفين، لكن ينبغي على الطرفين ان يفهما انه لا يمكن الاستمرار في الحرب الى ما لا نهايه. لكن اذا 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 اصر الرباعيه اصرت على خطه كيري اعتقد انها اثبتت عجزها وعدم قدرتها على الاستمرار، لانها تعاقب المنقلب عليهم وتكافئ المنقلبون. طيب دكتور عيدروس، فيما يخص خارطه الحل المطروحه الان، هناك ربما حاله توهان لدى المتابع. هل ما هو مع كثره التسريبات اقصد، هل ما هو مطروح الان هي الخارطه ولد الشيخ الاخيره، ام ربما ما تقصده انت ما يتعلق بالتسريبات الاخيره التي تتحدث عن صلاحيات اوسع وفتره اطول للرئيس هادي مع الغاء منصب نائب الرئيس؟ عن ماذا تتحدث وتتفائل وتقول انه ربما قد يحدث اختراق في جدار الازمه؟ انا ساقول لك لماذا فشلت خطه كيري. فشلت لان خطه كيري ارتكزت على ازاحه رئيس الجمهوريه ونائبه والإبقاء على الجماعة الإنقلابية وعدم وضع حلول لمستقبل الصراع، لأن هذه الخطة تحمل في ثناياها معطيات صراع قادم لن يتوقف، بل إنها تكافئ الإنقلابيين كما قلت. الصيغة الجديدة التي تسربت والتي لم يؤكدها أحد حتى الآن بما في ذلك الطرف الدولي تتحدث عن إبقاء رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو لن يبقى إلى الأبد زعيما خالدا إلى الأبد كما كان يفعل علي عبد الله صالح، لكن المنطق يقول أنه رئيس منتخب يجب أن يذهب عن طريق انتخابات. هذا أولا. ثانيا، التعديلات في الطاقم الذي ينبغي أن يدير البلد، لو طلبت وجهة نظري أنا أرى أنه كل الأطراف الداخلة في الصراع يجب أن تستبعد، بما في ذلك عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح واحمد علي عبد الله صالح وكل الذين داخلين في صراع وفي قتال وفي حروب يجب ان يستبعدوا، وبقاء رئيس الجمهوريه فقط هو لقيمته الرمزيه وليس تخليدا له، لقيمته لانه منتخب رئيس شرعي لفتره الانتقاليه، ويجب ان اليمن ان قادر اليمن ان تعطي مزيد من الكفاءات والقدرات والمؤهلين الذين لم يتورطوا في اي صراع على مدى التاريخ. لكن من الواضح أن الخطط الدولية والأطراف الدولية بما في ذلك الرباعية تبحث عن مراضاة للطرفين المتصارعين. هذه المراضاة جربناها في المبادرة الخليجية فحملت معها عنصر أزمة أدت إلى الحرب وأدت إلى هذه الكارثة التي تعيشها اليمن. يجب أن يستبعد المتصارعون وفتح المجال للقوى الجديدة التي لم تتورط في الصراعات التاريخية حتى تستطيع أن تقود طيب البلاد إلى دار الأمان. الانقلابيين يعتبروا الرئيس هادي طرف. طيب أن تقول أنه لابد من إبعاد الأطراف المتصارعة، الانقلابيين يروا أن الرئيس هادي هو طرف. الانقلابيون هم واضعين على رأس القائمة الرئيس هادي وليس غيره،
لكن هم واضعينه مش لأنه طرف في الصراع السياسي، لأنه لا ينتمي إلى المركز المقدس الذي يريد أن يظل مسيطر على صناعة القرار. طيب دكتور عيدروس اسمح لي نشرك معنا من الرياض المحلل السياسي السعودي الدكتور زايد العمري. دكتور زايد أهلا بك. أهلا ومرحبا وحياك الله. دكتور زايد، هل تعتقد أن الظروف الإقليمية والدولية مهيئة الآن لحل سياسي قريب في اليمن؟ لا شك، لا يوجد صعوبة للحل في اليمن إذا صلحت النوايا داخل اليمن وتقبل الشعب اليمني الحل الممكن، ليس الحل المثالي ولكن الحل الممكن لخروج اليمن من هذه الأزمة التي تحيط به. ما هو هذا الحل الممكن؟ ما هي ملامحه وفق متابعاتك الآن؟ ونحن نتحدث عن أخبار تتحدث ربما عن اجتماع مرتقب للرباعية. أخي الفاضل، تم طرح 3 حلول رئيسية في اليمن، منها المبادرة الخليجية والتي طبعا شملت نقاط منها نقل السلطة سلميا وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة، إنهاء جميع النزاعات المسلحة، إقرار دستور جديد يتم الاستفتاء عليه، وانتخابات برلمانية ورئاسية. هذه المبادرة طرحت في 2011، نفذ جزء منها ولا يزال جزء آخر يمكن تنفيذه في أي وقت. الشعب اليمني نفسه وضع مخرجات للحوار الوطني وانتخب مجموعة من جميع أطياف اليمن بما فيهم الحوثيين وعلي صالح، وتوصلوا إلى حلول بزعم أنها تعطي الحد الأدنى للخروج من الأزمة اليمنية. فلو استطعنا أن نقدر أن هذه الوثيقة يمكن أن نقيمها بأنها وصلت إلى 60-70%، فلا شك أنها ستخرج اليمن من الأزمة التي يمر فيها وهذه الحرب الطاحنة. 2، هذه الوثيقة من الذي أقرها؟ الذي أقرها هم أبناء اليمن بجميع أطيافه ومن كل فئات اليمن تم مشاركتهم، وليست وليدة الصدفة، وإنما أخذت قرابة 10 أشهر، حيث بدأ عمال المؤتمر في 18 مارس 2013. الأمم المتحدة أيضا تدخلت وأصدرت القرار الأممي 22-16. هذا القرار الأممي أيضا لها بنود 4 واضحة، اللي هو تخلي الإنقلابيين عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الاتيان بأي استفزازات. هذا واضح دكتور زايد. طيب فيما يخص الموقف السعودي وموقف دول التحالف العربي، البعض يرى بأنه يبدو داعم ربما للخطة الأممية التي ترفضها الحكومة الشرعية وتراها منحازة لرؤية سلطة الميليشيا، كيف يمكن فهم هذا الأمر بخصوص موقف دول التحالف وتحديدا المملكة العربية السعودية؟ أنا أشاركك هذا الرأي، أن الحكومة الشرعية ترى أن دول التحالف لا تتبنى الحل الذي أتت به الأمم المتحدة ولا الحل الذي طرحته وشاركت فيه دول التحالف، ولكن دول التحالف لا تستطيع إلزام اليمنيين بأي حلول معينة، وإنما يمكن المشاورة و طرح الأفكار على الجانب اليمني. فالحكومة اليمنية والتي يمثلها هذه حكومة شرعية منتخبة، هذه الحكومة الشرعية المنتخبة من أبناء الشعب اليمني نفسه، لا يمكن أن يفرض عليها شيء معين أو حل معين، وإرضاء الناس غاية لا تدرك ولم تدرك ولن تدرك. فمن الصعب أن أقنع أي شخص بوجهة نظري أو بوجهة نظرك أو بوجهة نظر الأمم المتحدة، لكن تبقى هناك المسألة مسألة نسبية. ممكن أنني أحاول مع القيادة الشرعية أن تتبنى بعض الأفكار وأن نصل إلى بعض النقاط، ومن الصعب أن أرضي جميع الأطراف للخروج. هذا واضح، شكرا لك. اليمن يحتاج إلى الخروج من هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك دكتور زايد العمري المحلل السياسي السعودي، كنت معنا من الرياض. أعود إلى ضيفي من لندن دكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس النقيب، في حديث مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد موسى العامري أشار ربما إلى نقطة مهمة، هي تتعلق أن ولد الشيخ لم يلتقي في الرياض بالرئيس هادي، هذا التطور باعتقادك إلى ماذا يشير؟ الحقيقة أنا لفت نظري هذا
وأتمنى أن تكون الظروف التي حالت دون لقائهما هي ظروف موضوعية. أتمنى أن لا يكون عدم لقائهما يتصل بحالة الحنق والزعل التي اعتدنا عليها نحن اليمنيين. في السياسة لا يوجد حاجة ما زعل وخصام. في السياسة أقول ما لدي وتقول ما لديك ونتفق أو نختلف، لكن تظل الأبواب مشرعة للحديث. أعتقد أن هناك تكتيك، وهذه أول مرة إذا صدق تنبؤي، أول مرة الحكومة تتصرف بهذه الطريقة، وهو أنه استثمار الوقت والمتغيرات التي تطرأ على الساحة، وخاصة إذا ما تعززت الأحوال في مديرية نهم وأرحب وبدأ يختل ميزان القوى لصالح الشرعية. أعتقد إذا كان الموضوع هو استثمار الوقت وإحداث مزيد من التغيير الميداني فأنا أحيي هذه الخطوة، لكن ينبغي التواصل مع المبعوث الأممي، وأتصور أن مغادرته الرياض واتجاهه إلى ألمانيا هو لحضور اجتماع الرباعية وليس بسبب فشل اللقاء مع الرئيس هادي. وأنصح الحكومة بأن ما في ذلك مؤسسة الرئاسة أن تحرص على التواصل مع المبعوث الأممي، لأنه في الأخير هو مبعوث المنظمة الدولية وهو الوسيط الذي معه يمكن العمل على الصعيد الدولي. طيب، هل ترى أن هناك إمكانية لإقرار الخارطة الأممية للحل في اللجنة الرباعية كما يرى البعض، ويقول أنه ربما يتم إقرارها قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن، مع أن ولد الشيخ لم يلتقي الرئيس هادي في الرياض؟ هل يمكن تحقيق ذلك؟ الحوار مع الحكومة هو عملية متواصلة ستستمر حتى بعد اجتماع الرباعية وبعد اجتماع مجلس الأمن، لكن أتصور أنه إذا الرباعية أقرت الصيغة التي أتى بها ولد الشيخ فإن هذا سيكون أقرب إلى إمكانية التعاطي والخروج من المأزق. وأتصور أنه أمر معقول، يعني أمر معقول وممكن. أما إذا هناك صيغة جديدة فهذا سيعني المزيد من التوهان والمزيد من تضييع الوقت والمزيد من الضحايا والخسائر. طيب، قلت في بداية حديثك أن ربما الأمم المتحدة تبحث عن شكل للتسوية ربما يعتمد على مراضات الطرفين. هنا السؤال المطروح، ما شكل التسوية القادمة باعتقادك في خضم هذه التحركات والرغبة الأممية كما تقول أنها توجد حل يرضي الطرفين؟ قضية إرضاء أطراف الصراع هذه سياسة دائمة لدى الأمم المتحدة. لم تتجرأ الأمم المتحدة على إدانة طرف إدانة مطلقة وتبرئة طرف تبرئة مطلقة، حتى لو كان من يستحق الإدانة واضح الجرم. لذلك محاولة المراضاة بين الأطراف المتصارعة، لكن يعني الصيغة التي تسربت الآن موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، أنا ولي تحفظات كثيرة على موضوع الوحدة الوطنية، لأن الوحدة الوطنية تنشأ في المسؤوليات وفي النوايا وفي الاتفاق وفي الاقتناع وليس فقط على تقاسم الكعكة. ما سينشأ لو تمت حكومة وحدة وطنية؟ طيب، سينشأ عندنا وضع 2011 وحكومة باسندوا. الوضع السؤال الأخير دكتور عيدروس في دقيقة لو سمحت، الوضع الميداني الأخير والتطورات الحاصلة هي في صالح من؟ هل تخدم الشرعية وهل ربما يكون لها انعكاس على التحركات السياسية وفرص الحل القادم؟ أعتقد أن على الشرعية بمؤسستها العسكرية والأمنية أن تستثمر النجاحات التي حققتها في بعض المناطق، خاصة في الساحل الغربي وهذه اليومين الأخيرين في منطقة شرق صنعاء، أن تستثمرها لإحداث ضغوط سياسية جديدة، لا أن تكتفي بما تحقق، حتى تغير ميزان القوى وتنتقل إلى مرحلة أفضل من هذا. لأن الطرف الآخر لا يرغب في التعاطي السياسي، الطرف الآخر يريد أن يستحوذ على كل شيء في البلاد. شكرا جزيلا لك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات، كنت معنا من بريطانيا. وأيضا الشكر موصول لضيفي في هذه الحلقة المستشار في رئاسة الجمهورية محمد العامري، وأيضا ضيفنا الدكتور زايد العامري المحلل السياسي السعودي. انتهت هذه الحلقة من زاوية الحدث، تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة كمال حيدرة. كونوا بخير.